تقول الأسطورة إن هناك في بحر إيجن منذ عصور قديمة لؤلؤة سوداء خرج كثير من الناس لإخراجها، وحاول العشاق امتلاك هذه اللؤلؤة لإثبات حبهم، ولكنهم جميعاً اختفوا في تلك المياه ولم يعد أحد منهم. كان هناك كهف مرجاني في أعمق قاع في بحر إيجن، لكن الوصول إليه كان شبه مستحيل، وكان يقال إنه مسحور، والأسماك توقف الذين يجتازون الظلام دون أن يخافوا، وكانوا يعملون على أن لا يعودوا إلى ديارهم. أنا راح أرجع. لا تكون سخيف كنان، وعدني إنك ما راح تروح تجيب اللؤلؤة السوداء. Çaresizim, çaresiz. Gün gelir arkasından, koşarsın bekle dersin. Bir kere dönüp bakmaz. Çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı. عمو صالح، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا يا بنتي. ما وصل كنان لسه؟ لا ما وصل، بس بعد شوي بيجي. كنان ما زبط الشبك اليوم. آخر مرة شفته كان رايح على جزيرة ساكيز، ناديت له كثير بس ما سمعني. اللؤلؤة السوداء؟ عمو صالح لحظة بنتي لحظة، لا تقلقي بسرعة. صحيح الولد مجنون بس مو لهالدرجة، وما راح يخاطر مرة ثانية فلا تقلقي. كنان لا تعمل هيك بترجاك. لك شو عم يعمل هاد؟ إن الرقم المطلوب مولى. عمو صالح أنا ما فيني ضل واقفة هيك. طيب مفهوم، اركبي بالقارب لنروح ندور عليه. استنوا ليكو كنان جاي. بنتي هازال ليكو. انت مجنون شي؟ بتعرف قديش قلقت عليك؟ هي ليكني اجي. كنان على مهلك، فوته وصفه شوي شوي ابنيه. ايه صار بمكانه لا تقلق. يعطيك العافية. ما استنيتيني كتير هون ما؟ تعال لشوف، تعال. طولي بالك بس دقيقة، عم صفة وجاي. كنت عم تدور على اللؤلؤة السوداء ما؟ اللؤلؤة السوداء؟ آه عرفتي لك حبيبتي، أنا آسف سامحيني. ما رح سامحك وما بدي أسمع اعتذار بنوب. حبيبتي ما عاد دور عليها مرة تانية بنوب، بحلف لك إني إذا رحت مرة تانية فيكي تضلي عم تضربيني لموت، اتفقنا؟ أنت كذاب. كذاب؟ طلعي فيني، ليكي طلعي فيني منيح. معقولة يكون هذا وش واحد كذاب؟ آه حلفت لك إنه ما عاد عيدها مرة تانية، ليكي إذا رحت أنا ما بكون رجال، مستعد أعمل اللي بدك إياه، اتفقنا؟ بترجاكي صدقيني. خلاص بقى اضحكي. طيب أهم شيء إنك رجعت سالم. إذا خلصتي عصبية تعالي نروح. لوين؟ رح نطلع بالقارب رحلة سوا. استنى جيب شنطايتي. كابتن ساعدني بدي اطلع. والله اجوا بوقتهم. بالاول خبرني وين رح نروح. طيب لا تقلي ما بتستاهل هدول، رح طعميهم للسمك بلكي بحبوه. لا استني استني استني، سمك شو انا باكلهم؟ طعميني وحده وبخبرك. والله اذا اعطيتيني وحده لقلك. ايه هيك طعميني وحده لخفف جوعي وبعدين بحكي لك. احكي. رايحين هلا على كيف؟ رح نروح سوا مع بعض. غليظ كتير. لك هي قلت لك شو كم مرة بدي احكي. يسلموا ايديكي. طعميني كمان. طعميني كمان بترجاكي، والله طيبة كتير. يلا. تعالي انتبهي. خليني فتح عيوني. طيب طولي بالك، اصبري شوي ليكنا وصلنا. طيب ما رح فتح بس استعجل. ماشي بس اصبري علي شوي. انتبهي قدامك حجر. دقيقة خليني شوف. تمام جاهز. وهلأ فتحي عيوني. صدق لك شو هاد؟ يعني هن مو قد المقام بس هذا اللي قدرت عليه. تعالي. انت شو عملت كنان؟ رح اطلب ايدك الليله. ايه واذا ابوكي بالبيت او مو بالبيت هي مشكلته، لأنه الخالة مالك رح تعطيني إياكي. أنت عم تحكي جد؟ أنا جدي من أول لحظة شفتك فيها يا أحلى بنت بالعالم. طيب يعني اليوم رح نكون مخطوبين وبعدين بنتجوز مو هيك؟ تمام هيك بالضبط، أنا ما عاد فيني أتحمل مزاج السيد خليل أبدا. طيب نحن كلياتنا أهل بهالبلد وإذا كان كنان ابننا فهازال بنتنا. أنا رح أحكي بالأصول والباقي عندك خليل أفندي. نحن على سنة الله ورسوله إجينا نطلب بنتنا هازال لكنان. شو قالوا أهل أول؟ نيال مين جمع راسين بالحلال. أه؟ إيه؟ وهلأ صار دورك بالحكي. تركت دور الجواز لأخوك يا أحمد؟ القصة اسمي ونصيب عمي، ما هيك؟ يعني ما دخل الدور. مزبوط مزبوط، انت نصيبك راح يوم اللي تعرضت للخيانة. كنت عم تحلم تكون لاعب طابة وحلمك ضاع. خليل؟ الزلمة لازم يكون أخوه واقف معه، ولا بدهم يعيشوا بشوية سمكات عم يصطادن. لازم يكون واقف جنبه. بدنا نعرف إذا كان أحمد موافق على جوازة كنان قبله، ولهيك أنا عم بسأله. أكيد موافق ولا ما أجيت؟ لا تأكل همي، الحمد لله أنا ماني محتاج حدا أبدا. أنت ما عليك غير تقلنا الجواب، موافق تجوز بنتك لأخي ولا مو موافق؟ بما أنه الكلام عندي اسمعوني لكن، الحب والغرام والعشق والمشق حكي فاضي. إيه بيروحوا مثل الهوا، الأهم من الحب إنه الرجال يسعى ورا رزقه ويتعب من شانه. أكيد ما رح تحاكيني عن الشغل عمي، أنت بتعرف مين أنا من وقت ما كنت صغير باكل من عرق جبيني وبصطاد بالبحر، ومستعد طالع رزقي من الصخر، وإذا اضطر الأمر أنا مستعد طعمية من لحمي، تعرفوني. الأكل القليل بيشبع بس ما بيعبي عين الإنسان يا ابني، لأنه مو هيك الحياة. لنفترض رضينا نجوزك ياها، فيك تقدم لها أكتر من اللي كانت شايفته ببيت أبوها؟ أه؟ طبعاً ما فيك، حتى لو عطيتها أقل فهي رح تشكرك. بابا بترجاك، أنا بعرف شو بدي. لا ما بتعرفي، ولو بتعرفي ما طلبوكي مني، كانوا سألوكي لألك. بكفي نحن منحب بعضنا، يعني ما في شي مخبيه عن العالم أبداً، الكل بيعرفوا هالشي وكل الناس باركت لنا. وهلأ يا ريت تعطينا قرارك، رح تزوجني بنتك هازال ولا لا؟ ماني موافق، ما في عندي بنت جوزها لرجال مثلك بنوب. ليك نحن اجينا لعندك حسب الأصول وطلبنا إيدك، بس من هلأ ورايح بتعتبر ما عاد في إلك إذن بنوب. نحن أخذنا موعد لكتب الكتاب ورح نتزوج. شو اللي عم تقوله؟ أنا عم أقول لك ما عندي بنت جوزك ياها وأنت بتقلي رح تكتب الكتاب؟ اسمع عمي خليل، أنت صرت رافض خطبتنا هي أكثر من مرة، وأنا كنت محترمك وقلت إنك أبوها لهازال، سكت لك على كل شيء، بس خلص بكفي. شو لازم أطلبها 1000 مرة؟ لا إمتى رح تضل ترفض؟ قلت ما بصير نتجاوزك، بس أنت رجال عنيد وما عم تفهم. إذا بدك ترفض ارفض، الكل بيعرف إني بحب هازال وهي بتحبني، ونحن رح نكتب كتابنا ونتجوز أنا رضيت أو ما رضيت. إيه شو القصة بالغصب؟ لك احترم حالك، يلا اطلع من البيت. صدقني إذا شفتك مع هازال مرة تانية ما بتعرف شو بيصير. سيد خليل هيك رح تخلينا نصير أعداء لستين جهنم. أنا ما عندي بنت للجواز بنوب، وإذا كنت زلمة خدع. بكفي خليل، إذا كانت هازال بدها إياه فما رح تفرق معي لو كانوا العالم كلهم ضدي. لك حتى ما خطر ببالك تسألني عن رأيي؟ أنا أمّا للبنت، أنا أمّا. ابني خلص أنا موافقة أعطيك البنت. مانك جايب معك خاتم أو محبس؟ مبلا مبلا جايب. وينو أخي؟ شو بيعرفني وينو أنا؟ ما بعرف شيء. لحظة لحظة، تعال عمي صالح تعال. الله يبارك لكم، هاتي أصبعك يا بنتي. الله يتمم لكم على خير، الله يتمم على خير. آمين. بوسوا إيد أبوكم. يلا بنتي. حسيت حالي كأنه سيارة ضربتني. أعطيني يا خليني ضيق لك يا. أنا بضيقه، خليوني ساووه على مقاس إصبعي. هذا بيطلع قد إصبعين. إيه إذا أصابع حبيبتي صغيرة شو أعمل؟ يا روحي فرحتنا كلها انتزعت، بس مو مشكلة، الحمد لله زبطت. يعني أنا جاي ومتوقع إنه أبوكي رح يعقد القصة، بس بصراحة مو لهالدرجة. الحمد لله إنه أمك كانت موجودة، وإلا كان عمل مشكلة ورحنا بدون ما نلبس الخواتم. وليش أبوكي ما بيحبني بصراحة ما عم بعرف، لو ما أجت أمك وحلت القصة اليوم. الله يخليكي لا تحبسي، أنا مستعد أعمل كل شيء مشانك، ورح نتصالح مع أبوكي. يعني أنا ما قدرت ضل قاعد ساكت، وما قدرت روح بدون ما يوافق، وعصبت كرمال عيونك الحلوة. بس من هلأ ما حناديله أبي، صدقيني ما حقدر. وأنتي كمان أوعك تطلبي مني. ها طيب طيب ماشي، بس أنت رح تنادي لحماتك أمي. إيه وهي أحلى أم. طلبتي مني قاموس. لازم نحل موضوع كتب الكتاب، بعدين بتشتري القاموس. ايه لا تاكلي هم، رح حل كل شي حبيبتي، ما عاد في أي مانع قدامنا. أنا بحبك كتير وما فيني أعيش بلاكي أبدا، وبدي ضل طول عمري وحياتي عايش جنبك.